الولايات المتحدة، يعني هي في استراتيجيتها تريد أن تواجه داعش فقط وليس النظام. وبالتأكيد هذا ما يتضح من سياق الأمور كلام صحيح، بس هي بالنسبة للأمريكيين، الأمريكان أعتقد أن هي مسألة ثقة، هم يثقوا وثقوا في الأكراد عندما كانت معركة عين العرب، مدوهم بالسلاح، منعوا سقوط كوباني، ساعدوهم على تحريرها من داعش. الآن المسألة لا، هو مثل ما تفضلت خالد، هو الخوف من وقوع الأسلحة في أيدي المتطرفين على رأي الإدارة الأمريكية. يعني أنا منذ بدأ الأزمة السورية ونحن نتابعها كان هناك مطالبات يعني قوية ومتتالية من المعارضة السورية بتزويدها بالمدافع المضادة للطائرات عن طريق الكتف الليلي ستينجر، صواريخ ستينجر. الولايات المتحدة طبعا رفضت هذا الأمر تماما. يعني طبعا الآن مشكلة، أحد المشاكل الرئيسية عند المقاومة السورية الطيران، سواء بالبراميل المتفجرة أو بالطيران بالمقاتلات. يعني كلها تستغل والمقاومة لا تستطيع إلا أن تتفرج أو يعني تقع ضحايا لهذه البراميل وتلك المتفجرات. فأنا أعتقد أنه هي مسألة الثقة بالولايات المتحدة، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتدخل في معركة الزبداني بأي طريقة إن كانت، لم تتدخل في معارك حاسمة قبل ذلك. هي يعني إذا أردنا أكل الولايات المتحدة أيضا المجتمع الدولي، لا نلقي اللوم كله على الولايات المتحدة، يعني ليست الوحدة في هذا المجال، هي تقود التحالف، تقود التحالف، لكن أيضا مفترض أن يكون هناك. يعني نحن في الأيام الأخيرة رأينا كاميرون يدعو مثلا، ترك الأزمة السورية ودعا إلى البرلمان البريطاني إلى تقديم دعم متزايد لمكافحة داعش أو التطرف في سوريا تحديدا. أنا أعتقد أنه المسألة الثورة السورية حاليا ليست على أولويات أجندات الحكومات الغربية، هذا واضح تمام. لا نرى أي تقدم في هذا المجال، يعني التركيز مثلا على العراق في دعم التحالف في العراق وضرب داعش في العراق أقوى مما هو عليه في سوريا، لا يوجد أي تحركات. وإن كان هناك في تحرك سياسي المفترض أن يتم نهاية الشهر هذا، الأمين العام للمتحدة سيدعو مجلس الأمن في 29 يوليو إلى عقد اجتماع بخصوص الأزمة السورية. طبعا لا نتوقع الكثير ولا نتفائل كثيرا، أن هناك في قرارات كثيرة صدرت ولم تنفذ، بقت يعني كما هي. فأنا أعتقد أن الموضوع إذا عدنا إلى موضوع تسليح المعارضة السورية من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، فأعتقد أنه في هذا الوقت غير وارد، خاصة يا خالد إذا رجعنا بالذاكرة قليلا وراء أنه البرنامج الذي أعدته الولايات المتحدة بالتعاون مع تركيا لتدريب المعتدلين في النظام السوري لم يفلح. يعني كان هناك في شكوك حول المنضمين، وانه يعني الذين انضموا لهذا البرنامج يعدوا بالعشرات وليس بالمئات. فاعتقد هي مساله ثقه، الاولويات سوريا ليس اولويه بالنسبه للمجتمع الغربي، لهذا الوضع السوري ما زال على وضعه حتى الان. نعم. طيب دكتور رامي العلي، يعني اذا كانت مواجهه النظام او تسليح المعارضه او على الاقل الان في هذه الايام يعني امداد ودعم المقاومه في الزبداني ليست مطروحه وليست اساسا كما ذكر استاذ هاني من اولويات المجتمع الدولي الازمه السوريه برمتها، واذا كانت التحالف والولايات المتحده التي تقود هذا التحالف هي فقط توجه هذا التحالف لمواجهه داعش في سوريا على سبيل المثال، فان البعض يطرح انه حتى هذا الامر لم يفلح ولم ينجح، هذه الاستراتيجيه التي تنتهجها الولايات المتحده لم تفلح في مواجهه داعش، والدليل ان داعش يعيق تقدم المعارضه ويستولي حتى على مناطق من النظام. هل تتفق مع المطالبات باعاده النظر في هذه الاستراتيجيه؟ اعتقد ان السياسه التي تتبعها الولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بالملف السوري عليها الكثير من اشارات الاستفهام، وهي تدفع بالفعل خالد الى الشك في نوايا الولايات المتحده الامريكيه. يبدو كان الولايات المتحده الامريكيه تريد الحرب ان تستمر الى اجل غير مسمى، لا يوجد هنالك قرار بايقاف هذه الحرب او الوصول الى حل سياسي. ليست المساله فقط عدم ثقه بالمعارضه، ولكن هنالك عوامل اخرى. الحقيقه ان الولايات المتحده الامريكيه حتى في مجال الحرب ضد داعش لا تثبت استراتيجيه الولايات المتحده الامريكيه جدواها في هذا الملف، لذلك اعتقد ان لا توجد هنالك استراتيجيه واضحه للولايات المتحده الامريكيه فيما يخص الملف السوري. صحيح انها تعلن ان اولويتها الاساسيه هي الحرب ضد الارهاب، ولكن في المقابل كانت تمنع الولايات المتحده الامريكيه على مدى السنوات الماضيه من عمر الثوره السوريه وصول الاسلحه النوعيه الى المعارضه السوريه. حاول الائتلاف وقبله المجلس الوطني ان يؤسس
في تشكيلات عسكرية تحظى بثقة الغرب، تحظى بثقة الدول الإقليمية، ولكن كل ذلك وجه بصد ورفض من قبل الإدارة الأمريكية. حتى الخطوط الحمراء التي ربما تذكر خالد التي وضعها الرئيس أوباما على استخدام السلاح الكيماوي أو غيره تم تجاوزها، ومع ذلك الإدارة الأمريكية لم تحرك ساكنا، ربما لأن الأزمة السورية جاءت أمام تغير استراتيجي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة ترتيب أوراقها في المنطقة، وبالتالي هذا جعل الملف السوري يأتي في المرتبة الثانية أمام ما بعد الاتفاق النووي مع إيران، ما بعد الوضع في العراق، ما بعد محاربة الإرهاب في هذه المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أنه في ظل الاستراتيجية الأمريكية على وجه الخصوص تبقى المراهنة ربما على التحرك الإقليمي، لأننا نشهد نفسا جديدا في هذه المنطقة ربما بالربط مع موضوع اليمن، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في بقية المناطق يؤثر بشكل مباشر على الوضع في سوريا، ولذلك شهدنا اليوم أن الصراع ربما يمتد إلى خارج الحدود السورية والتفجير الإرهابي الذي شهدناه في مدينة تركيا، وبالتالي يبدو أن هنالك تحرك إقليمي ما لم تتضح ملامحه إلى الآن، لكن أنا أعتقد أن هنالك أطراف في الإقليم وفي منطقة الشرق الأوسط فقدت الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الآن هي تنهض للدفاع عن مصالحها بالدرجة الأولى، ومنها تركيا على سبيل المثال التي أصبحت تنظيم داعش على حدودها، وأصبحت إيران متغلغلة أيضا على حدودها، وبالتالي ربما نشهد تحركا تركيا، ربما يكون تفجير اليوم أيضا هو رسالة للأتراك بأننا نرفض هذا التحرك، رسالة بالدم يواجهها تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي الحقيقة لا توجد أي آمال تعلق على الموقف الأمريكي ومن ورائه المجتمع الدولي ما بين قوسين. نعم أستاذ سمير، يعني هل يعني ترى أن هناك تحرك إقليمي فعلا قد يغير نوعا ما من المشهد في سوريا؟ هل تعولون أساسا أنتم في المعارضة السورية على الحل السياسي وربما يعني تراجع المجتمع الدولي عن أو مراجعة المجتمع الدولي لنفسه بعد يعني 5 سنوات من المجازر والمذابح ضد الشعب السوري التي وقف أمامها المجتمع الدولي ساكنا؟ المتحدة الأمريكية كانت تنظر إلى الأزمة السورية وإلى الملف السوري هي عملية إدارة أزمة وليست دعم المعارضة السورية للانتصار. الولايات المتحدة كانت مستفيدة من الصراع في سوريا لأنها تستنزف جميع القوى، سواء قوى المجتمع السوري أو القوى الإقليمية التي تتصارع في سوريا. الولايات المتحدة مستفيدة من إضعاف جميع هذه القوى، وكانت تفعل أن لا تنتصر الثورة السورية وتبقى حتى الآن هي في موقع إدارة الأزمة ما بين الأطراف وليست في صدد دعم طرف على طرف آخر. بعد الاتفاق النووي الولايات المتحدة الأمريكية ربما تعيد النظر في سياستها تجاه الملف السوري بعد أن تحولت إيران من دولة عدوة إلى دولة قابلة للحوار. نعم. وربما دولة صديقة، وكما قال الرئيس أوباما في آخر تصريح أن إيران يجب أن تكون من الشركاء الفاعلين في حل الأزمة في سوريا. هذا يعني أن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران أن النظرة إلى إيران سوف تختلف وأن هناك مجالا للحلول السياسية. نحن في المعارضة السياسية في الائتلاف الوطني قبلنا في مبادرة جنيف واحد، بيان جنيف واحد، وذهبنا إلى جنيف اثنين وتوافقنا على تشكيل هيئة حكم انتقالي بالتوافق بيننا وبين من النظام السوري ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء الشعب السوري، بحيث تشكل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة لا يكون لبشار الأسد أي دور فيها سواء كان في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سوريا. إيران وروسيا هي التي عمدت إلى إفشال هذه المحادثات من خلال دعمهما للنظام السوري الذي رفض تشكيل هيئة حكم انتقالي كما نصت عليها مبادرة جنيف. الآن إيران إذا أرادت أن توافق على بيان جنيف واحد وعلى تشكيل هذه الهيئة بالصلاحيات التنفيذية وأن تتخلى عن بشار الأسد
كما نص عليها بيان جنيف، معنى ذلك أنه أصبح هناك مجال لأن يكون هناك حل سياسي يرضي جميع الأطراف ويحقق أهداف نعم. الشعب السوري جميل. وهناك إجراءات لابد على إيران بعد الاعتراف ببيان جنيف واحد أن تسحب مستشاريها العسكريين من سوريا وأن توعز إلى ميليشيات حزب الله التي هي ميليشيات إرهابية طائفية دخلت بإعاز من إيران ويجب أن تنسحب من سوريا بإعاز من نعم. إيران. إذا إيران أقدمت على ذلك وهو نتيجة توافق، يجب أن يكون نتيجة توافق أقليمي سواء كان مع المملكة العربية السعودية أو تركيا أو قوى المجتمع الدولي ممثل بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي، يمكن عند ذلك النقاش في حديث سياسة في جميل. وربما سياسي أيضا هناك حديث أيضا يعني يشارك فيه جميع يؤكد ما ذكرت ويحقق طموحات الشعب السوري. نعم، وهو التوافق يعني في الرؤى إن صحت الأنباء التي تحدثت عن ذلك ما بين الولايات المتحدة وروسيا، وربما نشهد عهد جديد من قبل المجتمع الدولي في التعاطي مع هذه الأزمة السورية. أشكرك شكر جزيل الأستاذ سمير النشار عضو الائتلاف السوري المعارض، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا لضيفنا من باريس دكتور رامي الخليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، وضيفنا في الاستوديو الأستاذ هاني وفاء المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الرياض، شكرا جزيلا لكم. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من العالم بعيون السعودية، موعدنا غدا في حلقة جديدة في أمان الله. Thank you.